أجندة للكاتب عبد الحميد عوض، والتي جاءت اليوم بعنوان بين جدة واسطنبول. يستهل عبد الحميد عوض زاويته بالقول: مثل غيري من آلاف السودانيين شاهدت مقطع فيديو لسودانيين عالقين داخل طائرة بمطار اسطنبول الدولي، من المفترض أن تقلهم تلك الطائرة إلى الخرطوم إذ رفضت الركاب مغادرة الطائرة ما لم تحل مشاكلهم، فتم استدعاء دبلوماسي من القنصلية السودانية في اسطنبول. يمضي عبد الحميد فيقول: الدبلوماسي الذي لم أتبين اسمه بعد تعامل بروح إيجابية، حيث استمع للمسافرين بهدوء شديد وتحمل غضبهم واحتجاجهم وطرح حلول للمشكلة رفضها العالقون، فطلب منهم تقديم مقترحات واقعية، وقد فعل الدبلوماسي كل ذلك لأنهم سودانيون ووجب عليه رعايتهم. يواصل عوض زاويته: لا أدري حتى اللحظة كيف انتهت الأزمة، لكن المشهد وتفاصيله هو ما نريده، وتجلى فيه واجب الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في رعاية مواطنيها في الخارج ومدافعة المواطنين أنفسهم عن حقهم وتوصيل رسالتهم لأعلى المستويات، لأنهم من يدفعون أموال موظفيها ضرائبا ورسوما. يستمر عبد الحميد فيقول: ما كان كل ذلك يحدث لولا الثورة التي غيرت كل المفاهيم والسلوك البالي من جانب الدبلوماسيين في عهد الإنقاذ، الله لا عادة. وما كان يحدث في العهد البائد من تعامل للسودانيين في الخارج بواسطة سفاراتهم، حيث التجاهل والإزدراء والإهمال. يسترسل عبد الحميد فيقول: وإياكم مقارنة المشهد بما حدث لأسعد التاي، وهو مهندس وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي داخل قنصلية السودان بجدة، حينما تعرض للضرب في وضح النهار من أفراد داخل القنصلية لأنه احتج على طريقة التعامل. واختتم عبد الحميد عوض زاويته بالقول: بدأ الوعي بأهمية الدفاع عن السودانيين بالخارج بفضل الثورة المجيدة، وحتما سيستمر ذلك الوعي، وتظل كرامة كل سوداني تحت الحفظ والصون أينما حل. وليفهم كل الدبلوماسيين السودانيين في الخارج أنهم من الآن وصاعدا مجرد خدام للشعب السوداني في الخارج، ولم يذهبوا إلى هناك من أجل التنزه واستلام الدولارات.